السلام عليكم زوينه ديالي، كديري لاباس عليكم؟ كديري مع الصحه؟ كلشي بخير، هانين مهنيين، ناشطين مغنيين، الحمد لله ونشكروا الريال منذكروه. المهم البنات، اليوم جبت لكم جوج وصفات اللي زوينين بزاف بزاف، جبت لكم وصفه ولا في الخيال، والصراحه زوينين بزاف الا جربتوهم غادي يعجبوكم بزاف. وقبل ما غادي نبدا الوصفه ديالي، كنشكركم بزاف على الدعم ديالكم، اللي لايك اللي كتخليو لي، التعليق اللي كتخليو لي، حتى هما كنشكركم. وما تنساوش اللي يلا شافت لي دابا القناه وكتشوف هذا الفيديو هذا ولا الفيديوهات الاخرين ولا اي فيديو مهم، ما تنساش تابونا معايا وتضغط على الجرس باش يوصلها اي جديد اللي غادي ندير، ودير لي لايك وتخلي لي تعليق باش نتشرف بالمعرفه ديالها. هادشي اللي كاين. درت هكا، فكرت واحد الدريه كتبت لي في التعليق قالت لي علاش كديري هكا، يعني سي نورمال زعما كنعبر خاصني نهضر وندير بيدي، الا كنت دايره بحال هكا غادي نجيكم معقده. لا وحده قالت لي بالصحه هادشي عندي. بزاف البنات تعاليق ولا اللي كيجيبوا لي غير الضحك، كي خايبه كي زوينه، راه كنبقى غنضحك يعني ما كيهبطوش ليا بالمعنويات، بالعكس كيطلعوا ليا المعنويات وكيخليوني نصور لكم ونعطيكم وصفات اللي زوينين واللي تستافدوا منهم. طبيعه الحال خواتاتي الغزالات ماشي اللي على بالنا. المهم اليوم غنعطيكم وصفه، واحد الوصفه ديال بالشعير اولا تيقولوا ليه الزرع. صراحه البنات هذا اللي عنده اي مشكل، يعني اي مشكل، عندها الكنف، عندها الحبوب، عندها ليطاش، عندها سيكاتريس، عندها بزاف تاع الانواع تاع المشاكل كامله، بصراحه هذا راه زوين بزاف غير هو بوحدو تخلطي مع اي حاجه. انا عطيتكم دابا غنعطيكم وصفه اللي يعني زوينه صراحة، كتعطي النتيجة إلا كان فك ضربك الشمس من أول استعمال كتعطيك النتيجة. كان فك شي مشكل قديم بحال الكلف، بحال أثر الحبوب، بحال الليطاش، بحال بزاف، يعني إلا كان فك بحال هذا كتاخد المدة، يعني داوميها اليوم وغدا واليوم وغدا واليوم وغدا حتى كتعطيك النتيجة. المهم البنات هذا راه الزرع شديناه يعني مطحون مزيان ومنيل ومغربل، يعني ولا دقيق مزيان، يعني كما كتشوفوها هانتوما راه دقيق. وعندي هنايا اللبن، اللبن يكون حامض، هذا البنات راه دايز لي ما عرفتش شحال، ولكن راه ريحه الا شميتيه كيعطيك ريحه الحموضه، هذا مزيان للوجه بزاف البنات، كننصحكم به، يعني تخليو شي لبن عندكم هاكا حماض ولا شي حاجه خزنوه ما تلوحوش، خليوه في شي قرعه بحال كتحتفظوا به، يعني ما داكشي اللي بغيتي نسيطرو ولا، المهم حافظي عليه في الثلاجه وما كيوقع ليه حتى شي حاجه، بالعكس اما كيزيد زيان. وعندي هنا هي زيت ارغان. دابا غادي نبدا لكم بالوصفه، غادي ناخذ على حسب. المهم البنات هاد الوصفه هادي راه العنق واليدين والرجلين والوجه، يعني الاثار اللي يعني البلاصه اللي فيها الشمس، يعني الا مأثرة فيها الشمس او لا فيها شي حاجه. هادي البنات راه كانوا كيديروا لنا زمان البلايص ديال الجرحه، بلايص ديال شي حاجه، يعني ما كانوش كيداوي حتى شي حاجه، كانوا هادي الزرع هو اللي كانوا كيحطوا في الحاجه، يعني حتى كما كنعرفوا حنايا الناس قدام حتى هما راه الله يعطينا ببركتهم، حتى هما كانوا كيديروا الوصفات ويعني داكشي تيبقى من الجد لجد. المهم دابا غناخذ دابا الكميه اللي غادي نحتاج انا، اللي كنتي غديري لعنقك ووجهك وداكشي، ديري ثلاثه المعالق، انا دابا غنحتاج غير معلقه غنديرها غير لوجهي والعنقي. غادي ناخذ اللبن على حسب الخليط اللي عندي، يعني ما عندوش العبار هو، غادي باش يتخلط ما كيتعزل. صدقوني البنات هذه راه زوينه هاد الوصفه هذه، كما قلت لكم اللبن يكون حامض ما تلوحوش، اللي عنده شي لبن تخليه. وهنا البنات اللي ما عندهاش زيت ارغان دير زيت العود، ما عندهاش زيت العود دير بعض البنات يقولوا لي ما تقوليش زيت العود، يعني زيت الزيتون، ما ديروش زيت الزيتون، ديروا زيت زيت الزيتون ولا ديروا زيت اللوز الحلو. المهم دابا غناخذ واحد معلقه تاع زيت ارغان اولا زيت الزيتون اولا زيت اللوز الحلو. صافي وغنخلط. صدقوني البنات ماسك يعني زوين بزاف بزاف بزاف. صافي كيولي بحال هكا كريمي كما كتلاحظوها نتوما،
صافي وكديري على البشره ديالك يعني تيكرم يعني ماشي. نشوف البنات انا الماسكات ديالي كاملين، ما كنبغيش نعطيكم الوقت حيت كل وحده والبشره ديالها، كاين اللي كتكون البشره ديالها رطبه، كاين اللي كتكون دهنيه، كاين اللي كتكون ناشفه، على حسب النوع ديال بشرتها. الا حطت هذه الوصفه هذه تقدر تنشف تقدر ما تنشفش على حسب النوع ديال بشرتها. صافي البنات من بعد ما كتنشف ماشي تكرم البنات، انا كنصحكم ما تكرموش لاي حاجه. كاين البنت اللي كديروها على وجهها وتمشي لك تنعس، لا خاصها غير تنحس بها صافي نشفات شربتها البشره تمشي تغسلها بالماء وترش بالماء ورد. انا نصيحه ديما كنقولها لكم الماء ورد مورا اي ماسك باش كتغذى البشره مزيان. من بعد البنات صافي كتخليه يعني تينشف وكتحيديه، صافي هذا هو الماسك يعني اللي عندك. نعاود لكم الحبوب الكنف الاثار اثار ديال الحبوب يعني زوين زرع سولوا عليه، يعني زرع اولا الدقيق ديال الشعير سولوا عليه وغادي تعرفوا المنافع ديالو كثيره. انا اللي بغيت نولي نقول لكم المنافع كثيره راه 30 دقيقه ما غتكفانيش معاكم، يعني انا راه كنبغي نهضر وكنبغي نشرح ونوصل لكم الحاجه، ولكن البنات كاينين اللي ما كيبغوش يسمعوا المفيد ما ديما ندير ليه. المهم هذا هو الماسك بالنسبه للماسك. بالنسبه للبنات الماسك الثاني اولا الكريم اللي غنعطيكم صراحه زوين بزاف، هنايا البنات اللي كتستعمل شيرلي غادي نعطيها واحد الوصفه اللي فنه يعني عجبتني انايا. يعني كما قلت لكم راه كنمشي كنحط وصفه على وجهي، يعني كنحط وصفات على وجهي حتى عزيز عليا انا النوع، انا من هذوك الناس يعني عشاقه ملاله ولكن كنعشق الحاجه اللي كتعطيني النتائج، يعني ماشي كنعشق اي حاجه اللي كان لا البنات انا كندير وصفات اللي يعني كنثق فيهم وكيعطوني نتائج زوينه وداكشي اللي دايره انايا. كنعطيكم الوصفات والماسكات اي حاجه كنديرها كنعطيها لكم من قلب الخالص، يعني داكشي اللي كنعرف ليه. المهم هنايا البنات عندي شيرلي، هذه شيرلي البنات اللي كديرها راه غادي تستافد من هذه الوصفه هذه. المهم دابا غادي نقول لكم شنو غادي ندير فيها. هذيك الوصفه ديال شيرلي اللي درت لكم بالنيله راها سالت ليا، دابا غادي ندير هذه انا كنخلط، يعني ما كن راكم عارفين يعني اللي البنات اللي متبعيني عارفيني كنخلط بزاف. غادي ناخذ شيرلي هانتوما راه خويتها، غادي ناخذ العسل الحر البنات العسل الحر اللي عارفيني متبعيني عارفيني هذا العسل هذا راه طالبه راس معايا القاس على العسل البنات. انا كنأكد لكم العسل الحر لا كان العادي بلاش ما ديروا. وغادي ناخذ العكر الفاسي البنات، العكر الفاسي حتى هو راه زوين بزاف حتى هو، غادي راس معايا القاع حتى هو، وغادي نخلط غادي نبقى معاها بشويه حتى يتخلط ليا كلشي هادشي. ها نتوما شفتوا انا غير كنقيسها مع العسل، وهاد العكر الفاسي راه كيطلق مازال غيوصل لهاد العسل وهاد الشيرلي غادي يولي حمار، غيبقى حتى غيطلق راسو. وعندي هاد البنات واحد الوصفه اخرى حتى هي ان شاء الله حتى هي نعطيها لكم حتى هي جربوها. هانتوما البنات شوفوا اللون كيف ولا، يعني تبدل ولا وردي كيبان لكم فاق البنات ياك. المهم البنات غادي نقول لكم راني نسيت واحد الحاجه، يعني ملي غادي تكبي هاد النقيطه ديال العكر الفاسي ضروري ضروري واحد نقيطه صغيره، يعني نوريكم البنات معليش انا غادي نوريكم دابا يعني بحال هاد نديرها هنا نيت. ها نتوما يعني ملي كتحطي هاد شويه هذا ملي كتبغي تخلطي كديري واحد النقيطه يعني ديال نسيت ما قلتهاش لكم بحال هكا، يعني غير باش كيعطيك داك اللون ويرطاب صافي وكتبقاي تخلطي. هذه البنات راه قلتها لكم يعني باش ما تقولوش راني كنخزن عليكم اي حاجه غير نسيت. صافي كتبقاي تخلطي تخلطي حتى يتجانس العناصر وكيوليو بحال هذا الشكل هذا.
كما كتشوفوا البنات هذا هو الكريم ديالي، ها هو صافي راني حطيته هنايا كما شفتوا في الفيديو. دابا يعني عارفه اي وحده كيفاش دير لي، يعني تغسل وجهها مزيان تنقيه ومن بعد دير هذا الكريم. هذا كاين اللي باغا تبيته في وجهها تبيته، كاين اللي باغا تخليها واحد ساعه ولا جوج سوايع حتى يعني على حسب هي شنو بغات دير. صافي وتنوض تغسلو. ها انتما البنات راه كيجي هكا يوردي وكيورد حتى الخدود. البنات راه غادي تشوفوا النتيجه ملي غادي ديروا، غادي تشوفوا النتيجه. وهذا هو الماسك ديالي، وكنتمنى يعجبكم الفيديو ديالي، وما تنساوش ما تبخلوش عليا بلي لايك ديالكم باش انا ما نبخلش عليكم حتى انا بالماسك ديالي. يلا بالسلامه عليكم، وحتى الفيديو جاي ان شاء الله.